عودة إلى متابعة عالم الصباح مع الشيف شادي ورشة ملح والفيليه ويلينغتون، ورح نعمل قدامكم كمان نرجع الأوملت عن جديد ورشة ملح. أبو زوز كيفنا؟ والله مشتاق لك أنا. شو الحال؟ أنا عم يصلي أخبار أنا كتير عم تحكي علي بالعاطل بغيابي. لك أنا إذا بحكي عليك بالعاطل أو بالمنيح لا بتنشهر زيادة. ليك بحكي عليك بالعاطل بتنشهر أكثر مني، بحكي عليك بالمنيح تنشهر اكثر مني. بس فيك لما تحط هيدي الصينيه الصفراء فوق راسك انه انت الملك. برافو عليك. ايه. طلع ايه. طلع على صفير كل بس انت اللي تحط شيء ثاني. طب ليه؟ بتعرفهم. ايه. اسالك شغله. نعم. قبل شوي قلت شغله عن جد كثير مهمه. وهي؟ انه لازم نبطل هذا الموضوع بيني وبينك. يعني هيدا القصص انه الشادي تغزل فيني قدام العالم واحكي معي بطريقه منيحه عن هيدا الاتفاق ما بدي اياه، واضح لانه العالم عم يشعروا باني عم كذب وانا بالعادي ما بكذب. بدي خبرك شغله، هلا بعثوا لي من الفانز تبعولك ايه انه انت في عندك وحده فانز وشايف حالك فيها. اي روسات غيريها فيها لجين اللي حكيت عنه كلمتين حلوين؟ هي اول مره بتحكي عنه كلمتين حلوين جين. بس تشوفني تتغير ما بتصور. طيب. والفيليه بس تشوفني بتبلش. بس عندي سؤال، قلت الاولي شادي والثاني والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه ايه؟ بس السابعه مش موجوده. ابدا السابعه مش موجوده لانه هون السابعه ايه خفيفه لانه بلا عجين. ليكو السابعه شو بدي اعمل فيها؟ رح حطها هون اللي هي اللي ما كان معنا صار معنا. انا شويت الفيليات ايه؟ جيت حطيت بقلب المقلي شويت فيها الفيليات زيت زيتون بصل توم فطر طازة وفطر علب مع ملح وبهار، وضفت كمان على المقلي شوي صغيرة من البويون أو المرقة. هلا بشوفوها كمان قدامهم وين الشاشة هوني. أوكي بشوفوا كمان الوصفة تيشوفوا المقادير مزبوطين حتى يطلع معهم هالخليط الحلو. أنا تركت وحدة منهم حطيتها هون جوزيف تطلع. أوكي اللي رح أعمل لك إياها لك أنت. تسلام. أوكي على فكرة الأومليت مين أكلها؟ ما حدا ما بعرف. ها الأومليت يا جوزيف مين أكلها؟ انا ما بدي هلا رح اكل اومليت سخنه بس تعمل. لا 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 هون في شغله. انت لحقني ساب الكاميرا معلش ضعت الكاميرا عمل. خليكم بس كل انسان ياخذ حقه بهال اذا حاطط عندك شي صوره. هي صوره مركبه. لا 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 صوره مركبه عملكم شوي صغيره. انا هون عند الشباب كلهم سوا اصحابي رفقاتي عم يشوف. اول شيء تنبلش هيدا هون مين؟ هيدا هون مين؟ هاي كنز جوزيف. اوكي طلع هيدا جوزيف هون مش مبين. هاي كنزتك انت هون طلع. هيدا مش انت؟ انت مش انت. هلا بدي اعمل لك كراب اسمه مدري شو. طلع هون ايديك طلع الاومليت. هيدي مش الاومليت ونصور الاومليت هون لك الاومليت هون. هذا جوزيف هون وهيدي الاومليت طلع هون. مش مظبوط. مين بياكل الاكل قبل ما تبلش؟ اوكي هذا واحد. بس تعرف جوزيف رح اطلع لك شغله وحده. طلع جوزيف هيدا جوزيف بس كان صغير. يخرب بيتك ما كنت بشع البشا يعني هلا مصر لك. بس انتبه بس محلينك شعراتك بس كانوا معي. هيدي جبتها محل انت ما بتعرف ولا جوزيف وهو صغير. اوكي كان حامل شمعه بس شمعه والله 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 شغله. اوكي لهلا بدي اقوله هو شغله الفيليه العجينه موجوده هلا هون والفيليه بقلبها طلعوا هلا ها عم ياخذوا لون. بعد شوي صغيره رح حاول قد ما فيني اعطيهم لون من فوق مشان تشوفوا شكلها. بس انتم بدكم تخلوها اعملوا معروف 25 دقيقة والع الفرن من تحت على حرارة 160 درجة وبعدين من فوق. وفيكم تستعملوا مثل ما انتم شايفين قدامكم بقلب كمان الوصفة لعجينة الباف بيستري. جوزيف عجينة الباف بيستري ولع تحتها عملك اول شيء بنولع تحتها بس عملك شوي صغيرة حتى اقدر اوصل كل شيء. اول شيء هون رح اعمل مع البصل اللي هي الحشوة اللي حطيناها بقلب العجينة بصل وشامبينيون وشامبينيون وثوم شوية جينجر شوية بهارات كده. أنا ما حطيت الجينجر بس أنت فيك لأنه أنت حب. أنا بحب ما في مشكلة يا عين عليك. هون كريم فريش وبتطلع معنا الطبق فيليه بس. أوكي بس أنا رح أجي ولع تحت فيليه وشامبينيون يعني بتطلع فيليه وشامبينيون وبصل على بس شو الفرق؟ ليش بنحط شامبينيون فري ومعلبات؟ بعطي طعمتين مختلفين للصوص. فين نحط واحد إيه معلوم كتير بيختلف الفري كطعمة بيختلف كتير عن المعلب. بحسه بلا طعمة الشامبينيون. انا بالنسبه لي حر. هلا اكيد في هلا في عالم بلا طعمه وفي عالم بلا طعمه. طب اوكي الشامبينيون بحسه انا ما له طعمه. ما معقول ما يكون بالعلب ما له طعمه. لا له طعمه له. دوق لك انا هونيك تسلى فيهم هلا اذا ما عندك شيء. اوكي تسلى فيهم هونيك ورجعين لعندك. يلا رح نعمل شغله هون. طب تعال معي هلا توصل شي معلومه من فيلي يا جوزيف. تعال
ثلاث اكواب اعمله معروف مله طحين، راح ربعهم هون. لا يلا كوب واحد، وهون انا عندي كوبين، خليكم معي عم نحضر عجينه كثير حلوه بتعقد بتجنن، خلينا نسميها عجينه الباف بيستري الكذابه رقم اثنين. انا بقعد كل يوم هيك بجرب بالعجائن تنوصل، وعم بعطي طعمات للعجائن كلها، طعمات بمعنى انه كل عجينه بقدر بعطيها الايدنتيتي تبعيتها، يعني الاخراج الات تبعولها، يعني طعمتها المختلفه، فيني اعطيها كمان لون مختلف. لكن شو حلو هون؟ ثلاث اكواب من الطحين. انا بدي استعمل اليوم العجينه تحط فيها الفيليه ويلينغتون، وفيليه ويلينغتون في بصل وفي توم. واو، بصل وتوم. بيجي انا على البصل يا جوزيف. بصل باودر. يا سلام يا سلام، بس انا اقول هالشغلات كلها يا سلام. رح تعمل العجينه؟ اذا بتيجي الكاميرات عندي كلهم سوا، اوكي. يلا، هون عندي هون الملعقه، عندي ملعقه صغيره من التوم البودره، هلا بيجي لعندي حتى ياخذ هو الاتنشن، يلا. وهون عندي ملعقه صغيره من البصل البودره. كتب فين شوي. اوكي، عندي كمان هون كمان باخذ العجينه لهونيك يعني هالجزاز. بيكنج باودر. بيكنج باودر كمان ملعقه صغيره، اللي صار عندي طعمة العجينه بصل وتوم. شغلة كتير حلوة، وبرجع منسكر كمان كل شيء وبنرجع. لكن حطينا ثلاث اكواب من الطحين حوالي نص كيلو، حطيت له ملعقة صغيرة من توم بودرة، ملعقة صغيرة من بصل بودرة، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، شوي صغيرة من الملح يا جوزيف. اوكي. طلع هون، رح اجي هون انا هون عم تغلي انت، رح احطك هون شوي صغيرة حتى نعجل فيك شوي، اوكي؟ ورح اطفي هون شوي ورح ولع تحت المقلتين اللي هونيك. اوكي، هلا بقول لكم ليش. رح كفي العجينة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، طلع مش اكثر، ربع كوب من الزبده الدايبه، ربع يعني لهون عنا نص، اوكي، ربع كوب من الزبده الدايبه، بيضه وحده، بيضه وحده بقلب شو العجينه، طلعوا كيف، ها هيدي بيضه وحده. وبيجي انا بسكر وبدور، صار عنا هون عم تعجن العجينه. هلا بشوفها إذا كان ناقصها شيء شو بعمل؟ ناقصها شيء بحطه. خرجك تكون مذيع. طيب شو إذا ناقصها شيء شو بعمل؟ أكيد اطلعوا هلا العجينة بهالطريقة أنا عندي إياها هون صارت مفتفتة، اطلعوا مفتفتة، أنا مجبور حط لها سائل، هالسائل أكيد في يكون مي، في يكون حليب سائل. أوكي؟ اللي رح أعمله أنا أكيد بسرعة رح أشتغلها لحتى أخلصها بسرعة. لا حطيت ملح، لا جوزيف حط ملح، طلعوا عجينة، ثواني ثواني رح خليها تعجل شوي بسرعة. بلشت العجينة، كيف الوضع يا جوزيف؟ منيح تمام؟ بطفي عنا. اوكي عملكم شوي، لا ما بدي اطفي، ايه فيك تطفي عنا وتسكبها بقلب صحن عمول مع رفقنا الصحون وراك. اوكي؟ بس هي لك انت. تطفي هول تحت بس انا بحط شوي عند العجين. يا سلام، عمالكم شوي بنشوف العجين، طلع ها هيدي العجينه انا صار عندي اياها جاهزه من بعد اذنكم، طلعوا العجينه، اوكي؟ صار عندي اياها جاهزه، هيدي العجينه اللي انا هلا بجي بعجنها وبخليها يا شيف شادي ترتاح، شفت العجينه يا جوزيف؟ ايه اوكي حطها معها. في فرق بين العجينه، بين العجينه واي عجينه فيك تشتريها؟ ما في فرق. ليك هي بطلت سنيون. ايه خلص بطلت سنيون، يلا جو. ليكو هون شو عم بعمل؟ هيدي العجينه اللي نحن حضرناها، وانا هون العجينه كانت حلوه، طلعوا العجينه شو حلوه. هيدي العجينه تعلمناها، اذا بتريدوا بعد ساعه فينا نستعملها من دون اي مشكله. هيدي العجينه بنحطها عليها شويه زيت وبنحطها بقلب هالجاط الحلو، وبعد نص ساعه ساعه فينا نستعملها تنعمل فيها شو ما بدنا. كيش كيش أوكي. فينا نعمل كيش، بتطلع فويتيلي بيتزا مش هيدي باف بيستري كذابة تبع الشيف شادي، فيكم تستعملوها بسرعة. أوكي؟ أوكي. طيب هلا أنا رح أطفي الفرن من تحت، رح نولعه من فوق. كثير لابق اسمها عن جد مع الشيف شادي، مع الشيف شادي لابق اسمها. يلا يا شيف شادي، اليوم على شغلي كمان زيادة، مقانق بنشتريهم. من بعد ما نشتري المقانق شو بنعمل فيهم؟ بنيجي نحن منقليهم، مقليين جوزيف مع شوية عصرة حامض، صاروا جاهزين تناكلهم. اوكي اوكي، نعملهم اومليت. برافو عليك، انا جيت قطعتهم بهالطريقة. بتعرف احسن ما يضلوا وحدة وحدة لانه 100%. طلع قطعتهم هيك، جبت انا هون ثلاث بيضات بدي اخفون قدام المشاهدين، رح اجي جيبها هيدي لهون ولع تحتها وحط بقلب المقلي شوي صغيرة ليه من الملح. اوكي اوكي، بس تكب ملح
اوكي شوي صغيري من الملح اساعد جوزيف. جوزيف شو ساعتك؟ طيب هيدي الشغله الحلوه اللي فيك، انه قصدي انه حلوه هيك تي دبليو ستيل حلوه بدها حقها كثير. انت ما فيك تجيب. انا عيد ميلادي ب 21/9. 21 تذكرها بعينك اذا كنت بعدك عايش لوقت. ثلاث بيضات عنا من المقاني اللي نحن بنكون قايلينه من قبل، مش نايين انتبهوا، مش نايين انتبهوا. فلافل حلوه شو؟ خضرة بندوره يا ابو الزوز بقلبهم، يا ابو الزوز شويه موتزاريلا بقلبها اوكي. وفينا نحط صنوبر، هي نسينا ما نحط صنوبر بقلب الفيليه من جوا، بس معلش ما في مشكله حطونا الاومليت. اوكي حطونا الاومليت بدك يلا. كل شيء انت غني بدك اياه. ايه طبعا. كل شيء غالي بدك اياه. انا هيدي كرمالك انت، اوكي كرمال وصفتك. كل شيء غالي انت بدك اياه. طبعا. اوكي. طيب خليني انا اخلطهم. انت طيب اخلطهم. اوكي نرجع نجي لعندي لهون، حطينا الملح نحن بقلب المقلي، حتى اذا كان في اثر للمي بقلب المقلي الملح بيشرب الميات وما عاد بتلزق معنا. ستوب يا جوزيف، حط عليهم ملح وبهار شوي صغيري. بنشيل الملح، طلعوا بهالطريقه، بنكب الملحات، طلعوا شو حلوين، يا سلام. وصار عندنا الملحات من شالين. هلا بزيد اوكي، هيدا فهار اسود اوكي، والملح اللي لونه ابيض جوزيف. يا هيدا الزيتات انا عندي اياهم هون صاروا حامين، وانا ناطر جوزيف تنعمل الاومليت. جوزيف انت وين؟ هون عم زيد جبنه. جوزيف انت وين؟ هون. جوزيف انت وين؟ جو يلا ادلق. زدت موتزاريلا معاه اوكي على ذوقك، لانه انت اذا ما زبطت لمين حق مين؟ انا بكل. يلا جوزيف معنا خمس دقائق، مش على بكره بدنا نضلني هون. يلا جو. خلص خلص اتركهم اتركهم. اللعبه هي التالية بدنا نتعلمها هلا. منبلش هلا هون نار قويه عم نشتغل، منبلش نحرك. ليك جوزيف شو عم نعمل؟ طلع كله كله بدنا نحركه كله سوا، شايف اللي عم يصير؟ ليش سوي كله؟ انت هيدا ما بتعرفها كلها وبنيجي فيها. طلع انت يا جوزيف شو عم بيصير؟ طلع يا جوزيف هون شو عم بيصير؟ شايف؟ أوكي. هون بطل في شيء، بنشيلهم كلهم لورا. شايف شو عم بيصير؟ نرفعهم ومنبلش نعطي اللون على هالاومليت، للاومليت بدها تكون مثل السيلندر. أوكي. كيف اللي اكلت منها هونيك؟ ما اكلت شيء ما اكلت شيء، لا، والصورة شو هيدي؟ برفع لك دعوة يعني. اوكي لك شو حلو، لك شو حلو جوزيف، طلع 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 تعلمها بليز، ما معروف هيدي شغلة كثير حلوة. تعلمها لك كيف هون؟ بيجي ببلش شو؟ برمش هيدي الاومليت تنانين انا، منبلش شوي شوي. اوكي طلع بنرجع بنروح لهونيك، ملاحظين؟ طلعوا شو عم بيصير، بنرجع بنجمع عليهم كل المقنقات، ملاحظ؟ وفيك كمان تعمل شغلة بإيدك. هيك هوب هوب اوكي، هي لوحدها بتقبع عن ال وبتجمع على بعضها وبتعمل قطعه. ليك هلا هون شو عم بيصير اوكي، وانا بجي انا هون، طلع واحد، طلع جوزيف، ليك مش هلا مش هلا جوزيف، يلا طلع كيف هون. أوكي. برجع انا بجمعها، بنرجع كمان وبنرجع بناخذها جوزيف لوين؟ على نفس الميله. اوكي منتبه لها ولا مش منتبه لها؟ بلا. طلع صارت هي عم تعمل عم تبرمه ولا لا؟ صح. ملاحظ؟ كمان بنرجع بنجيبها بنبرمها 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 هيك، لانه ثقيله كثير، انت حطيت فيها جبنه ما هيك زياده؟ اوكي بس ما على شيء، قد ما انت تغلبت انا بجي بصلح. ولا يهمك ولا اوكي؟ يعني ما في اي مشكله يعني. انا تخبز على الخباز لو اكل نص 100%. طلع هون شو عم بيصير، برجع نفس الموضوع، بنروح تطلع معنا مبرومه، من برا تكون مستويه مزبوط جوزيف، ومن جوا شو تكون؟ طلع. طب انا فرد مره بعمل اومليت بحط قلب الحشوه بلفها وفوتها بالفرن. واو هيديكي هيدي شطاره. هون الشطاره كيف انت تعملها بالمقلي، كلنا قادرين نعملها مفتوحه ونبرمها. بس انت هون شطاره الشيف وين؟ تكون من برا مستويه محمصه ومن جوا تكون سوفيتشي. قول سوفيتشي. جريل سوفيتشي. سوفيتشي برافو عليك. هذا شو باي لغه؟ اسباني. بالايطالي. ايطالي. يا سلام هون شو عم بيصير عندنا؟ بلشوا يتحمروا كمان. انا عندي عملك شوي ما تشيلها ابدا. هلا ابو الزوز بدي فرجيك انه كيف صارت هلا من برا كلها محمره. طلع كيف؟ وهون بدنا نجيب صحن من ورا، هيدا الصحن من ورا. وين بتحب نحطها هون؟ حد الفيليه. اوكي حد الفيليه، يعني فينا نحطها هيك هون. طلعوا كيف؟ هيك بهيك ايدنا نمسك هيك المقلي ومننزل بقلب المقلي. اوه دغري الموتزاريلا. شوف ابو زوز، موتزاريلا 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 موتزاريلا. بس هون طلع ليك خلصوا هون تقريبا. طيب معلش يلا هلا بتلاقي بعد شوي صغير غير الموتزاريلا دابت وبقلبها. جيب شوكي بدنا نقصها قدام ال ال المشاهدين هيك تيحسوا. جيب شوكي بسكينه، السكينه اللي لها سنين. ايه هيديكي هيك يا بيش، بينزعج بس يقص لي الشغلات تبعولي.
ها شفت شفت من جوا كيف الوضع الاقتصادي؟ اوكي يا لهون شفنا كمان بهالطريقه الحلوه. رح انا هلا ابو الزوز هون خليك تعمل شغله كثير حلوه. ايه حط الفيلي فوق الشامبينيون، حط لي الجبنه. لانه لك انت هون هلا فهمت الموضوع، ليكل الفلافله حلوه شو حلوه فوقها، وليكل البندوره شو حلوين فوقهم بيعقد. هيك بتقدموا الاومليت بالبيت بطريقه حلوه كثير. جوزيف زحلي يلا جوزيف زيح. اوه شفتوا كيف نحن هون عندنا هلا هيك خلص انا اخف ما بدي عجين. اوكي هلا بنجيب نحن الصحن هون. هون فينا نعمل اي نوع من الصوص. اوكي تنعملها نحن على هال لهالفيليه. يلا جوزيف روح. برافو. شو اللي هاي حلوه مبينه ولا هلا انه هيدي رقم 6 اللي انت اسمك عليها؟ اوكي ليكوا شو حلوين. تايم اوت. حضرون حطوا شو ما فيكم بهيدي العجينه، وانا اهم شيء اليوم هي هالعجينة الحلوة وتطبيق هالوصفة. جوزيف أنا بدي تشكرك شادي، بدي تشكرك المشاهدين لمتابعتهم، لأن برجع بذكركم بالنسبة لحملة التبرع يلي نحن قايمين فيها ضمن عالم الصباح. حملة التبرع هي رح تصير خلال هالأسبوع هيدا، كل يلي بحبوا يتبرعوا ولو بمبالغ صغيرة نحن جاهزين لأنه نساعد كل اللاجئين السوريين بالمخيمات السورية على الأراضي اللبنانية لعدم تفشي الأمراض للنظافة. رح نأمن لهم المياه، رح نأمن لهم طبعا المستوعبات للقمامه وايضا الحمامات البلاستيكيه، لانه النظافه اهم من انه يكون موجود المينيموم، يكون موجود من اساسيات الحياه اليوميه لعدم تفشي الامراض وانتقالها، خاصه بعد ما شفنا اليوم كل ضيوفنا اللي خبرونا على الموضوع. انا بودعكم برجع بقول لا تحرقوا القمامه، لانه حرق القمامه بيؤدي ل معادن كثير ثقيله بالجو وبتنتقل للسلسله الغذائيه وبتنتقل طبعا طبعا للخضار وللمزروعات، كثير مهمه لعدم تفشي الامراض وخاصه الامراض السرطانيه. ما تحرقوا زباله لسلامه عائلتكم ولبيئه احسن وانظف. الى اللقاء بكره 10 بتوقيت بيروت. وين الزباله؟